فينك يا كابتشينو وفينها ايام فومك وقفص منجعوي سيبي بقى في هدومك في القدرة وقهية بتنجان ما حبيتهم ويا دمور كان اللوني وبروكلي وشوفان سوشي وساشيمي وسيومان مش مش وقرس ياوي يا ميش خروا بيرويك لما تعوز كوارع مع فتة وعيش والفخ ضداني مقلوز يا سلام على طاجن بامية وعلي حتة موزة صينية بقلاوة ومبلع بكازوزة بشرب كشري وبحبه في كوباية وشوية حمص شام وعليه شطة زيادة سمك صيادية بالخلطة المعتادة فول قدرة وقهوة بتنجان ما حبيته ويا ليمون يسعد مساكم مستمعينا الكرام وأهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج كونوا معنا معي أنا روعة يسعد مساكي رشا يسعد مساكي روعة وبمسي على كل مستمعينا اللي عم يسمعونا من كل مكان إن كانوا بداخل كندا أو خارج كندا وكمان بدي بارك لإلنا كمان يعني بفوز منتخب بلو بومبرز اللي هو منتخب كرة القدم الأمريكية تبع مدينة وينيبيغ كان فوز من بعد 29 سنة ما أخذوا الكأس فمن كم يوم فازوا بالكأس توجوا فيه فاسمه كأس غري كاب فهذا الشيء كان عامل صدى كتير كبير بوينيبيغ وأكيد كتير ناس لاحظوا الشوارع كانت مسكرة بالأيام الماضية واحتفالات الدنيا قايمة فمنقول ألف مبروك ومنبدأ معك اليوم روعة بأكلات جديدة وحلويات جديدة وكمان دردشة هيك لطيفة ندردشها سوا ونبسط فيها مستمعينا شو حتحكي لنا اليوم شو الأكلات؟ اليوم رح نحكي عن الفريكي وعن الأوزي. الفريكي معظمنا بيعرف الفريكي بتكون حاضرة بكل مناسبة بكل عزيمة هي منسف فعلا انه يعني حاضر ببيض الوجه وللعزايم والولايم يعني والعزايم الكبيرة بتكون الأوزي معظم الناس بتعرفه والمعظم الباقي لا هي أكلة حمصية على شامية مخلطة فكمان طريقتها كتير سهلة ومكوناتها أسهل ورح نحكي عنهم بالتفصيل وأول شيء رح نبلش بالفريكي تمام يعني بما أنه رشا كان الحلقة الماضية عم تسأليني عن الفريكي قلتي لي بدك تحكي عنه فحطيناها براسنا ورح نحكي اليوم عنه هلأ عنا الفريكي بتنعمل بنوعين بلحمي وبجاج أول شيء أول مرحلة منجيب الفريكي ودائما بدي نوه لشغلي الفريكي بتلاقوه بكل المحلات بكل المولات ما تسترخصوا أبدا بالفريكي يعني خد النوعية اللي منيحة النوعية اللي تقيلة أو يعني كل ما كانت أغلى كل ما كانت أحسن عن جد ما تسترخصه وخاصة أنه في منهم بتلاقي فيهم بحص فيهم تراب يعني ما بتلاقي الطعم اللي أنت بدك إياها تمام فخده نوعية منيحة وبتجيبوه على البيت بتنقوه أول شيء أنه من التراب ومن أي شيء وبتحطيهم يعني بصدر بتفرديهم بصدر بتنقي الحبات حبي حبي أنه بتحاول تشوفي إذا فيهم تراب فيهم مثلا شيء مضروب بتشوفيهم وبعدين بتغسل الفريكي وبتحطيهم على جنب بينشفوا شوي بهالأثناء شو منكون حاطين زبدة أو سمنة طيبة بالطنجرة ومنضل منقلب الفريكي منقلب الفريكي حتى لي إنه تحسيها شوي مثل البرغل أخدت لون منكون سالقين اللحمي أو الجاج حسب ما أنت بتحبه وحاطينهم على جنب فبمية اللحمي أو بمية الجاج منضيف على الفريكي الفريكي بتاخد زيادة عن الرز كيف البرغل بياخد زيادة والفريكي بتاخد زيادة وبتخلي على نار لتحسي نشفة ميتها بعدين بتهدي عليها وبتاخدي طعم اللي بديك ياها هلأ في شغلتين بدي نوه عليهم ننتبه لشغلي انه الفريكي فورا بتلقط ملح يعني لازم ننتبه بكمية الملح اللي عم نحطها اكيد يعني انه بتحس انه تحطها شوية ملح زيادة ففورا بتعطي طعمي مو مثل الرز بيمتص والبرغل بيمتص بس الفريكي بتاخد ملح بشكل مو طبيعي اذا صدفت وصارت معنا هالحالة ولقينا الفريكي مالحة طريقة ولا أسهل فوراً منجيب بطاطاي بطاطا عادية من قشرة من قصة نصين ونحطها بقلب الفريكي
تلقائيا بتسحب الملح وبتصير الطعمة أزبط. وبعد ما بنكون استوت الفريكة بنقليها وبنحطها. اللي بحبها بجاج بحط على وشها الجاج، واللي بحبها بلحمي بحط اللحمي. هلا وفي شغله رشا بنوه عليها، المكسرات طيبه مع الفريكي، بس حصرا الجوز. الجوز، الجوز مع الفريكي ما بتنسى طعمته خالص. طبعا انت هلا بقى بتحط المرقه، بتحطي معها، بتحبي ماجي، بتحبي تكون شوي حر. او في ناحيه نسينا نحكي عنها، في عالم الفريكي كتير يعني ما بعرف اذا بتسمعي فيها او عارفاني فيها، انه اللي عنده بحصة او عنده رم لما ياكل الفريكي بتحرك عليه. فهي مشكله كبيره للي بيعاني من هاي مزبوط. المشكله فهي الفريكه تقيلي. في ناس مع الفريكه بتحط كاسه برغول، يعني كاسه شاي مثلا، كيلو الفريكه بتحطي له كاسه شاي او فنجان قهوه برغول، حتى لي انه تخفف شوي من تقلانيتها. بس انا لقيتها من دون شيء اطيب، ولو كانت تقيلي. هي كل ما كانت تقيلي كل ما كانت اطيب. وبيعملوها ومنحمصها بنحط على وش الجوز، بنحمصه وبنحطه على الوش مع اللحمه او الدجاج حسب ما بتحبه. وصحه وميت هنا. يا سلام. على فكرة لما حكيتي على أو خليني أرجع لموضوع الجوز، أنا ما كتير بصراحة من محبي الجوز يعني، فعادة بحبه باللوز. بس هلأ اللوز طيب، مع أنا بحط لوز بس بكتر جوز. سبحان الله، هي كطعمة أنا كجوز كطعمة ما بحبه، فمش ما بحبه ما برغبه كتير، هاي بس الفكرة. فبلاقي ما بالنسبة لي بلاقي أطيب بالجوز. بس اكيد طالما انت حكيتي انه باللوز، لكن طالما انت حكيتي انه بالجوز فاكيد الا طعمه مختلفه. حصرا للفريك، الجوز بيعطيها نكهه كتير طيبه. وعلى فكره عم تقولي ما بتحب الجوز، انا بهالوقت بحب. انا الشاي ما كتير بحبه، بس بشرب الشاي اذا بقلبه جوز، بحط جوز بهالوقت وبشربها فطيبه. هلا الجوز بالاكل انا ما بحبه، بس هاي الشاي بالجوز ايه طيبه. ومع التمر جربتيها؟ لا هي ما جربتها. جيبي حبه التمر افتحيها، اي من نوى منها العجوة، وحطي بقلبها جوز، احشيها جوز ورشيلها هيل ناعم وكلها وادعيلي. يا سلام. بس هاي سلام. لزيادة الوزن ايد بايد. لا الله يستر عليك. مو ناقصين يعني. يعني انه واحد كمية قليلة. الجوز منيح لخلايا المخ، خلايا المخ للذاكرة. اي والتمر كتير منيح، التمر بيعوض عن 7 فيتامينات. لا التمر اكيد معروف. فحطيهم مع بعض بتاخذي الفائدة، فما تاكلي وتكتري. يعني انه حبي بالنهار انه اعداد فرديه فبتاخذ نتيجه. بس اهم شيء بعديني عن الشيء اللي بسمن، لانه بالشتاء عن جد الواحد عم بهلك. أيوة. بنضل على اكل حلو، وعلى بتطلع عن جد عم نطلع بنهار، عم بروح الشغل برجع البيت الدنيا صارت ليل، بتحس حالك نعستي خلاص راح يومك. مزبوط. واللي قاعد بالبيت بحس انه الليل كتير طويل، فنظامه عنده فطور غدا عشاء بعد ساعه عشاء بعد ساعه عشاء بالضبط. فكتير الليل طويل والواحد قاعد، فطول ما انه قاعد عم ياكل فهذا غلط. بس شو بنساوي؟ بنحاول. دائما القعده بالليل واحد بتفرج تلفزيون، بتقولي والله جاي على بالي هيك، نحن بنقول النقر الشيء صح. فخلص الواحد بتسلى. شو بدك تتسلي هلا؟ بدي اتسلى بفواكه، اضحك على حالي وعلى اللي عم بسمعونا. الفواكه طيبه بس ما انا مثل الشوكولا والشيبس والنقرشات. بالضبط، خلينا نكون واقعيين وصريحين. فللاسف يعني هي اللي عم بصير بفصل الشتاء. ايه فعلا، يلا هو فصل بده يمر، مع انه هون الشتاء كتير طويلة، بس كلهم 6 شهور. الله لا يكسر حدا، ما انه محرزين كتير، ما بنحكى فيه. بالضبط، فبنفشق عن هالشتاء وبنعتبره انه شهر 3 قرب وخلص، الصيف قرب وخلصت. هلا هذا حكينا عن الفريكة. الشغلة الثانية حنحكي عنها عن الاوزي. تمام. انا هلا شبعت لك هلا صور شو فيهم. حتنزل هلأ صورة الأوزي على طبعا قبل ما تحكي عن الأوزي وقبل ما أنزل الصورة بدي أحكي للي عم بسمعونا. البوست نزل على الفيس، اللي بحب يشاركنا بأي معلومة بأي شيء بأي فكرة أكيد نحن بنحب نسمع منكم. أو اللي بحب يتصل ويسمعنا صوته كمان، رقم التليفون موجود على البوست اللي هو 204-800-0334. وبدي أحكي كمان لمستمعينا إنه هلأ صار في ميزة جديدة بصفحتنا على الفيسبوك، بس هاي الميزة ما بتبين إلا لما تفتحوا من الكمبيوتر، اللي هو صار فيه الاستماع المباشر على صفحة الفيس. فبالقائم لما تشوفوا حول اللي هي لما تفتح صفحة الفيس تبع الراديو، في حولة وفي عامة وفي هيك شغلات، فبتلاقوا من ضمنهم الاستماع المباشر. فبهاي بتقدروا تسمعوا للراديو من خلال صفحة الفيس أو من خلال الرابط اللي أنا هلأ نزلته مع البوست، اللي هي بتضغطوا عليه سواء من الموبايل أو
من الكمبيوتر وبتقدروا تسمعوا الراديو مباشر بدون ما تنزلوا حتى الاب. فكل واحد والطريقة اللي بتعجبه واللي بحبه واللي برتاح فيها أكتر، وأهم شيء ترضوا أو تنبسطوا بالشيء اللي إحنا عم نقدمه. وهلأ هتنزل الصورة تبعية الأوزي، وننتقل معك روعة لتحكي لنا كيف نحضر هالأكلة الطيبة هاي وشو سر الطبخة تبعك. هلأ الأوزي هي عبارة عن رقائق الحلو، رقائق البقلاوة اللي منعرفها كلياتنا، ورز وبازيلا ولحمة ومكسرات، نمزج المزيجين مع بعض فبتطلع عنا الأوزي اللي بالشكل اللي رح تشوفوه هلأ. أول شيء بنطبخ الرز وبازيلا نظامي مثل ما بنطبخهم بالأحوال العادية، بس زيادة عنهم منكون مكترين لحمي ناعمي، حامسين لحمي ناعمي. في ناس بتحط لها لحمي شقف، أنا ما بحبها بلحمي شقف لأنه الرقائق كتير رقيقة فحتشقق وقت بتكون شيء صلب بقلبه حيشقق، ففضل اللحمي الناعمي مع المكسرات. منكتر مكسرات معاهم ومنحطهم سوا، اللحمة مع المكسرات، ومنحطهم فوق الرز والبازيلا، منخلطهم سوا ومنحطهم على جنب حتى يكونوا باردين ما يكونوا كتير سخنين. منكون جايبين الرقائق منفتحها للباكيت ومنقصه 4 أرباع، يعني كمان بتاخدوا حسب الزبدية اللي عندكم، في ناس بتحبها تكون كبيرة، في ناس بتحبها وسط، في ناس صغيرة. هلا أنا على الزبادة اللي عندي هون فمقاسة صغير، بقسمها يا بالنص يا 4 أرباع حسب ما بدي أعملها. بعد ما بكون قسمتها بجيب الرقائق بحط الزبدية، بحط الرقائق مثلا أول طبقة بدهنة سمنة، برجع بحط مثلا طبقتين تانيات بدهنة، يعني انكترت 4 طبقات مو أكتر، بدهن بيناتهم سمنة وبحطهم. في عالم بتحطها هيك على حالة، أنا لا بحب طبقة تطبيق. كيف يعني تطبيق؟ بحط أول شيء بعد ما حطيت الرقائق بحط اللحمة ومكسرات غير اللي بكون حاططهم مع الرز، بكون حاطة شوي على جنب فبحط منهم وبرجع بحط فوقهم الرز، وبسكر الرقائق وبدهنهم بالسمنة وبقلبها بالصينية الفرن، برجع بدهنها من برا بالسمنة حتى تعطي اللون الذهبي اللي شايفينه بالصورة. أيوة. وبرجع شو بعمل؟ بحط مكسرات على وشها، أي نوع مكسرات عندك، عندك لوز، عندك فستق، عندك كاجل، بدك يا حطي، وما عندك كمان بتمشي. فبنقلبها ومنحطها بالفرن، منفوتها، منسويها من تحت. بعد ما تاخد اللون الذهبي منطلعها منحطها شوي من فوق، ما بتتحمل كتير نار. ومثل ما قلت لكم الرقائق بدون يكونوا انه للأربعة، فبتطلع منيحة 4 رقائق بتطلع ممتازة، لا رقيقة ولا نسميكة. وانا بخلي اللحمة على جنب، بحط اول شيء لحمة ومكسرات، برجع بحط رز معاهم وبسكرها بالسمنة للرقائق، لفها مع بعضها وبدهنها سمنة وبحطها. فعن جد بتطلع كتير طيبة، وهي طيب معاها اللبن، حط جنبها لبن وهو غير شكل. يا سلام. طبعا هاي الأكل دائما الأكلات اللي فيها مكسرات اللي فيها الشغلات اللي مثل هيك دائما بتلاقيها إلى ميزة بالطعمة، مميزة مزبوط، بتلاقيها طيبة يعني بغض النظر عن مكونات الأكل كتير، بس هي كلها أكلات شامية. أيه نحكي. فهذا الشيء اللي بيميز الأكلات هاي. وعلى فكرة أنت كتير ذكرتيني بصديقة إلي هي من الأردن، فكانت كتير تحكي لي عن هالأكل. أنا ما جربتها من قبل، أكلة الأوزي، وكانت دائما تحكي لي شو طبخين اليوم، تقولي عاملين أوزي، ولا شو كل يوم تأكل أوزي أنتو. هي فعلا كتير طيبة هاي الأكلة. أحيانا مثلا بكون أنا بدي أعمل شيء خفيف، ما بدي أعمله على شكل أوزي، بكون مقطع الرقائق مثل ما قلت لك 4 أرباع، ومثل اليبرق كيف وقت بتلف اليبرق بحط الرز والمكسرات وبلفهم لفة، بيطلعوا أصابع كمان، بيطلع منظرهم كتير حلو. بس أما الأوزي وقت تمسكيها كمسك وأكل أسهل من أنه تحطيها أصابع. ما هي كل أكلة بتختلف أسلوبها وبطريقة أكلها وهيك، فهي كمان بتنعمل بالمناسبات وبالعزايم، وأكلي حلو يعني وخفيف، يعني مثل ما بيقولوا ما بدها شغل كتير. أنت هيك طبخ الرز وبازيلا ومجهزتيهم، بس طب الرقائق تطلع معاك، ومنشكل منغير بأسلوب الأكل أحسن. يعني هو في أكلة البازيلا والرز بناكلها لحال، وهي كمان أكلة تانية إنه بنغير، وكتير بحس إنه على السفرة برمضان تعطي منظر كتير حلو، فأنا كتير بعمل منها برمضان. ففعلا هي من الصورة بتشهي صراحة. شهر رمضان هذا حيكون على سيرة شهر رمضان، إن شاء الله حيكون في كتير مفاجآت كبيرة لجمهورنا، ما حنحكي عن أي شيء وما حنقول عن شيء، ما حيشوفوا إلا مفاجآت حتنزل إن شاء الله. فخليكم دائما منتظرين، حاجات كتير كبيرة حتطلع، فما ححكي عنها هلأ. نرجع لك روعة. وعلى فكرة لنوي، حتى مبارح كنت أنا وصديقتي عم نحكي، فقالت لي أنه كان برنامج، أنه برامج تنعرض برمضان على الراديو الوطن، قال كتير كانت حلوة وموسيقى، ف
ففعلا انه رمضان انه بتحس الواحد بيفضى اكثر انه عنده وقت، بتحس انه هو نهار كتير طويل. ايه فعلا. ف بتنامي بلاقي وبتصلي وبتقرأي قرآنك وبتطبخي ولسه النهار طويل مغرب ما قدام بالضبط. فواحد نوعا ما عنده وقت، ممكن يكون في وقت أكتر من الأيام العادية. مزبوط. ف يعني هالمرة البرامج حتكون مختلفة تماما عن السنة الماضية، كون أن السنة الماضية كان لسه ببداية الراديو، وكمان بهالمناسبة يوم 9/12 حيكون الراديو حيختم أول سنة له، فحيكون البيبي هذا حيكون صار عمره سنة، فإن شاء الله حيكون في تحضيرات حنعملها لذاك اليوم وحنبلغ مستمعينا عنها. طيب نرجع نكمل الأكلات اللي موجودة عنا. طبعا احنا حكينا عن الفريكة وحكينا عن الأوزي. بدي أحكي لغدير كتبت لنا مساء الخير على الفيس، وأكتب بدي أقول لك مساء الورد ومساء الفل مساء النور غدير ومساء النور كمان، موجه لك تحية. ويبدو انه مستمعينا بردانين وعم بسمعوا هن تحت البطانية زي ما بيقولوا، وقاعدين متكاسلين كتير فما عم بسمعونا صوتهم ولا عم بكتبونا تعليقات شو صاير يا جماعة. بس اذا انتوا عم تنبسطوا بشي اللي عم تسمعوه فهذا الشيء بكفي. يعني ما هو الجو برا كتير برد، فا يعني بإيدهم حق يقعدوا يتكنكنوا شوي. هو في تعليقات كتير اجتنا على اليوتيوب، طبعا احنا بننزل كل حلقة على اليوتيوب بعد ما تخلص، ففي كتير ناس بتتابعنا بعد الحلقة لأسباب ممكن مشغولين، ممكن اختلاف التوقيت وكذا. مزبوط. والتعليقات اللي نحنا منشوفها نرجع منجاوب عنهم بالحلقة الثانية أكيد. فيعني أي حدا حتى لو عنده تعليق على حلقات سابقة على أكلات حكينا عنها من قبل يحكي لنا عليها، يسألنا إذا عندكم أسئلة أو أي شيء نحنا جاهزين. طيب روعة، شو رأيك نحكي شوي عن أو نشوف شو التعليقات اللي وصلت لنا على اليوتيوب؟ نتابع أو لسه قبل ما أحكي على التعليقات في معنا اتصال ومنقول يا هلا. ألو مساء الورد. مساء الخير يا صبايا. يا هلا. يسعد مساك. كيف الصحة؟ الحمد لله تمام. كيفك أنت؟ والله الحمد لله بخير. الله يعطيكم العافية على هالبرنامج الحلو. الله يعافي قلبك يا رب. مين معنا؟ معك فضيلة. كيفك انت شو اخبارك؟ تمام الحمد لله. اهلا وسهلا بفضيله. انا بعرف صوتك بس مشان الجمهور يعرفوك او المستمعين. الحمد لله الحمد لله. تمام انت كيفك شو اخبارك؟ تمام والله الحمد لله. كيفك انت على هالبردات؟ والله الحمد لله. كيفك يا شا شو اخبارك؟ يا هلا تمام الحمد لله. انبسطنا بسمع صوتك. والله وانا كمان مبسوطه فيكم كمان. انا متابعه بس بصمتها يعني بس اتشجعت لما حكيتي انه كأنه المستمعين بردانين. ايه والله حسيت بالبرد فمشان هيك ما عم نحكي. بس نحن متابعين البرنامج الحلو يعني، وبرنامج شيق كتير. الله يسعدك يا رب. تسلمي يا رب الحلا بوجودكم. تسلمي. شو كيفك مع الأوزي؟ كنا عم نحكي عن الفريكة. والله عم بسمع الأوزي. يعني أنا ما بعرف أعمله بس هلق تعلمت الطريقة منكم، بس أنا بحياتي ما عملته صراحة. يعني معناها بدك تجربيه وتورينا عيونك يا فضيلة. بس طبعاً طبعاً تسلميلي. تسلميلي حبيبتي. والله لك أكلس الأوزي. الله يسلمك. خلاص انضمنت معناتها أنا. إذا الله راد بكرة بعد بكرة بننزل لعندك. خلاص ميت أهلا وسهلا. طالما أن الشغلة الله يسلمك طالما أن الشغلة فيها أوزي ميت أهلا. خلاص معناتها بننزل وفريكي في أوزي. أي طبعا طبعا الله يعطيك. الأوزي بدك تعمليها بالفريكي ولا بالرز؟ لا برز وبازيلا. بس نحن حكينا عن الفريكي ورجعنا حكينا عن الأوزي. أيوة الله يعطيكم ألف عافية. الله يعطيك. خلاص يعني حتعملي لي الصن فين يعني حاكله من عيوني. انت بتحضره بيحضر واجب. يسلمولي على فكره عيونكم. فضيله الحلقه الماضيه حكينا عن الملوخيه بجاج. على فكره انا لما اكلت ملوخيه بجاج كانت من ايدين فضيله بتجنن كانت. وفي حدا على التعليقات بعث لنا انه قولوا لنا طريقه الملوخيه بجاج. بما انك اتصلت يا ريت تحكي لنا هيك على السريع عن الملوخيه بجاج اللي بتعمليها. اي تكرم عينك. اول شيء من نقطه الملوخيه يعني هاي دي كتير انا ما بحبها غير بجاج، يعني ما اكلتها ولا مره بلحمه. فاول شيء يعني اكيد كلياتكم تعرفون نسلق الدجاج وبنحطه يعني على جنب هيك من فرنسو، وبعدين بنقلل بده يكون توم كتير، يعني بدك تعملي سنين كبار توم
وتدقيهم منيح، ترجع تحطيها مع الكزبرة معلقتين كبار كمان، أنا بستعمل اليابسة يعني، وبتحطي معها زيت، بعملها بزيت كانولا لأنه بيكون أخف، أخف دسم من غيره يعني، أخف من السمن وأخف من زيت الزيتون. مزبوط. بتقليهم شوي وبعدين بكونك غاسلة الملوخية منيح، الملوخية الناشفة، وبعدين بتجي بتحطيها على الزيت وبتصير بتقلبيها، بدك تقليها شوي لحتى لي هيك يعني يحمر شوي لونها، العرق تبعها يحمر. ايوه انت على ايش بتسوي شوي؟ ايوه العرق الظاهر. ايوه مشان ما تصير هيك تمخط معاكي بالطبخ بعدين. وبعدين بتجيبي مرقه الدجاج اللي سلقتي فيها الدجاج بتحطيها عليها وبتخليها لا تستوي، بس استويت بعدين بتحطي لها الدجاج وبتحطي الليمون وبتحطي الملح وبتخلي هيك تاخذ لها دورين ثلاثه على هالغاز لا تستوى منيح ويتعقدوا مع بعض. ايوه خلص وكل ريت وألف صحة وهنا. الله يعطيك ألف صحة. بسيطة مو هيك بتعمليها رفاء انت؟ نحن الآن قريب كتير نفس الشيء يعني، احنا انا لانه ما حكيت في الحلقة الماضية انه انا ما بحب الا بالدجاج كمان، فبحياتي ما دقتها باللحمة الملوخية، ما بعرف هيك بحس والله انا ما بعرف ليش يعني حابة انه نجربها بلحمة، بس يعني ماني حابة اعملها انا بالبيت يعني، خايفة اطبخها وما حدا ياكلها، فان شاء الله بس اجي لعنده وهي ضمان طبخه ثانيه بتعملي لي اياها بلحمه. ضمان طبخه ثانيه خلاص من عيوني بتعملي لي اياها بلحمه، شو رايك؟ من عيوني شوف شو جاي على بالك سجليها على القائمه حتى ما تنسي. اقول لك شغله، اقول لك شغله، انت كل حلقه اتصلي وبنضمن لك اجت الحلقه. ما هو هيك انا عم ليش هيك عم بتغلق اليوم باتصال واحد ضمنت اكلتين ثلاثه ثلاث اكلات والله المكتب معي وملوخية أوزي بشكلين وهاي كمان ضمنت ملوخية بلحمة، شو بدي أكثر من هيك؟ شو بدك أحسن من هيك؟ وشوفت روعة كمان، وبلكي إن شاء الله بتكوني عندها أنتي أنتي رشا. الله يسعدك خلاص وحياة عينك، بس تجي لأعزمة لرشا. على فكرة فضيلة عادتها بتجنن أكيد بنتشرف. تسلميلي أكيد بنتشرف إنه تسلميلي. تسلميلي حبيبتي والله أنا من بعدكم. تسلميلي. بتعرفي شو رشا، ونحن كنا حاكين عن الفوارغ بالحلقات الماضية وما كانت فضيلة معنا. والله الحمد عليك هالأكلة. والله بصراحة أنا هاي الأكلة ما بحبها، فمشان هيك سمعت بس ما شاركت. الحمد لله. ما فيني اكله ولا بتخيل ابنها وابنها، فعشان هيك ما شاركت معكم. ليكي ما الحمد لله انك ما شاركت، الحمد لله انك ما بتحبيها. ليش كنتي هتعملي لي اياها يعني؟ ليكي بس جوزي بحبها يعني هاي الاكله، ما عندي شيء. يعني عادي اعمليها وبعزميها ما في مشكله. خلص اعملي عادي، مو انا ما عندي شيء بتقبل شوفها. خلص ما ضروري اكله بس جوزي بحبها. خلص تكرم عينك وعين زوجك. خلص كل حلقه لك احلى اكلات. لك حبيبتي والله. خلص تعالي انت كمان معي، بس اجي كمان برن لك تليفون تجي. خلص تمام عند روعة. خلص على حساب روعة ما في مشكلة، المهم نكسب شوفتها ومندوق اكلاتها مشان هيك يعني نحكي هيك بثقة يعني. ايوه ايوه ايه يعني هلا هي نفسها طيب على الطبخ يعني، انا اكل كثير اكل متحدياتها يعني، يعني كل شهرين بننزل لعندها فاني عم دوق اكلاتها كثير طيبه، كل مره باكل اكلي شكل صحه و100 بس انه هذول ما حكى من دور، بس ان شاء الله هالمره باكلهم كلهم سوا. تعالي معي رشا. خلاص ولا يهمك غالي ورخيص فضيله، تكرم عيونك ولو. الله يكرمك والله يعطيكم العافيه على البرنامج الحلو. الله يعافيك والتقديم رائع جدا. الله يعطيكم العافيه. الله يسلمك هاد من ذوقك. الله يسلمكم وموفقين ان شاء الله، عن جد بتمنى لكم التوفيق. تسلمين يا رب. دكان خلينا نشوفك بإيفنت اللغة العربية يوم 15 شهر، اليوم العالمي للغة العربية. اليوم العالمي للغة العربية. المشكلة انه حسب الطقس عنا، اذا كان الطقس حلو وخارج نازل ننزل، لانه انا من براندون تبعد عن وينيبيك شي ساعتين ونص. اوه ايه، فالمشكلة انه ما كل يوم فينا ننزل. نتمنى لك ان شاء الله يكون الطقس منيح. ان شاء الله اذا كان الطقس منيح ان شاء الله بنمر لعند روعه ونعمل لك تليفون تجي بتشوفك كمان. والله بنتشرف بشوفتك وبنتشرف انه نتعرف عليك حبيبتي. اكثر واكثر حبيبتي والله وانا بالاكثر. الله يسعدك يا رب. الله يعطيكم الف عافيه. الله يعافيك يا رب، كثير انبسطنا الله يعطيك صوتك. تسلموا تسلموا الله يخليكم، تصبحوا على خير صبايا. تصبحي على الخير. الله معك. الله يسعدك. اذا نرجع لك روعه، وعلى ذكر
اليوم العالمي للغة العربية كمان بدي أذكر اللي عم بسمعونا إنه الإيفنت يوم 15 حيكون في فقرات كتير حلوة بالإيفنت. طبعا أنا عندي خلفية وعندي علم بالموضوع لأني أنا من ضمن الأعضاء المنظمين للإيفنت، فإن شاء الله نضمن لكم إنه تنبسطوا كتير، وحيكون هو الإيفنت مجاني بس الأكل والشرب هناك اللي بحب إنه يشتري حيكون نقدا، أما غير هيك هو مجاني وكل العروض اللي بالإيفنت والفقرات والأشياء هي كلها حتكون مجانية. فأكيد بنتشرف إنه نشوف هالوجوه الطيبة ونتعرف على مستمعينا وجها لوجه كمان. والبوست بيكون كمان نزل على صفحة الراديو، يعني نزلنا البوست على صفحة الراديو، اللي بيحب مثلا يأخذ العنوان أو أي شيء فينه يفوت على صفحة الراديو ويطلع المعلومات منه. بالضبط، حيكون في شغلات كتير حلوة، وفي حيكون كمان ديكير للأطفال. حلو، فاللي عنده أطفال ما بيحك الهم بيجيبون وبينبسط بالإيفنت. ايه يعني هذا نشاط حلو انه الواحد يطلع شوية من البيت ومن البرد عن جد ويغير جو، العيلة كلها بتنبسط، الكبار مع الصغار. بالضبط، انه نعتز باللغة العربية ونحتفل أكيد بهذا اليوم العالمي. اكيد. وبنرجع هلا نقرأ التعليقات. يلا. اذا بنشوف تعليقات على اليوتيوب، ويبدو اني انا سكرت صفحة اليوتيوب وانا عم بحكي بدون ما انتبه. ف طبعا في تعليقات كتير وصلتنا، وبدي ذكر كمان انه البوست موجود على الفيس، اللي بحب يسمعنا صوته اكيد احنا بننبسط بسماع صوتكم. ونشوف شو التعليقات اللي جيتنا. هلا انا واحد من التعليقات اللي قريتهم عن الملوخية بجاج، حدا بده ملوخية بجاج احكي له عنها، فاستغليت الوقت انه فضيلة عم تحكي وخليتهم هي تحكي لهم. تمام، ممتاز. اذا اول تعليق عنا من عبد الله سيوف، مرسي على شو هالأكل الطيب، أكيد من تحت إيديكم. أهلا وسهلا عبد الله، يسعد مساك. ووسام شام، يسلم يسلم إيديك على الملوخية، من وجه إيديك. أهلا وسهلا، وموجه لأسامة كمان تحية. في من أمجد عم بيحكينا ممكن طريقة تموين الزيتون لو سمحتوا، الأخضر ولا الأسود؟ نحكي على الاثنين. يلا بنحكي عن الاثنين. هلا بالنسبة للزيتون الأسود منجرحه تجريح ومنحطه بجات كبير ومنحط فوقه ملح، منضل هيك على فترة كل نهار والتاني، مننسفهم تنسيف مو تحريك، تنسيف، فهو على الملح بيدبل وبينزل منه كل السواد والمرار، فكل ما نزل شوية مي منصفيهم ومنخليهم يعني من بكير المساء مننسفهم بالملح. بعدين شو منعمل؟ منحطهم بقلب ماشي أو كيس أو اي شيء. انا بصراحه رشا كنت عاملي وش مخدي هذا مخصوص للزيتون، لانه بدك شيء حتى اذا كبيتهم بقلبهم ما يطلعوا لبرا ما يكبوا. بالضبط، فبحطهم بوش المخدي او ماشي بربطهم كتير منيح وبحطهم وبضغطهم بكبسهم، وبتضل هيك نهارين ثلاثه وبتدوقيهم لحتى يروح المرار منهم. بعدين بتحطيهم بالقطنويز وبتحطي فوقهم زيت القونة او زيت المازولا، فبيطلع بجنين. هذا بالنسبه للزيتون الاسود. هلا اما زيتون الاخضر، الاسود منجرحه تجريح، الاخضر لا منكسره تكسير، منكسره ومنحطه. انا كنت احطهم باناني الكولا، الاناني الكولا الكبيره بتحطي بتعبي الزيتون بقلبهم بتحطي فوقهم مي، بدك بقطرميزات باي شيء يعني الشيء المتوفر عندك، بتحطي فوقهم المي وبتروحي كل نهار بنهار مره او مرتين او ثلاثه بتغيري المي عنهم وبتعبي مي جديده هيك لحتى كمان تدوق الزيتون وتشوفي بس الحلي راح المرار منه معناته هو صار جاهز. بتحط الزيتون بقلب واعة عندك أو جات، بتحطي فوقهم جزرة تكوني مقطعتيها دوائر، ليموني صفرة مو خضرة، الخضرة بتمرمرون، صفرة بتقطعيها كمان بتحطيها بقلبهم. اللي عنده عرق زعتر أخضر، زعتر بري كمان حطيهم بقلبهم، فنجان زيت زيتون، وحركي الخليط كله مع بعض وخليهم بالجات على جنب. بتكوني على جنب حاطة مي وملح على قياس البيضة، كلياتنا بنعرف البيضة انه بتحط المي وملح بس تفوش البيضة معناتها ملح منيح، واللي ما بيحب يستعمل بيضة فينه يستعمل الدواء، لازم يكون ملحن ظاهر لانه اذا ملحن قليل بينهر الزيتون الاخضر ما بضاين. انا بحط معاهم شوية ملح الليمون بيعطي لون حلو وبيعطي حموضة طيبة، وطبعا بتكوني انت عصرة ليموني معاهم يعني مع الليمون بتحطي عصير ليمون. معنا اتصال، ومعنا اتصال، خلينا نقول الو. الو الو الو، مرحبا. يا هلا، مساء الخير.
سنور كيفكم؟ كيف صحتكم؟ يا هلا وسهلا، كيف الحمد لله بخير، انتو كيفكم؟ والله تمام الحمد لله. مين معنا؟ انا نسرين. يا هلا فيك يا نسرين. نسرين كيفك؟ الحمد لله بخير، انتو كيفكم؟ والله تمام. كيفك مع الاجواء الاحتفالات اللي صايره بالمدينه؟ ما بعرف اذا شفتي اي شيء من الاحتفالات بالشوارع هاليومين. اي والله شفت رفقاتي مصورين وحاطين حالات فحلو انه الواحد هيك شوي برغم البرود اللي صايره، بس ما شاء الله الناس ما قصروا. ايه بس هي احتفالات شو صارت؟ هي احتفالات بمناسبة فوز فريق بلو بومبرز اللي هو فريق تبع مدينة وينيبيغ لكرة القدم الأمريكية. فازوا بالكأس بعد 29 سنة، يعني إنجاز عظيم. ما شاء الله عقبال 30 إن شاء الله بياخدوا الكأس السنة الجاي كمان والسنة اللي بعدها. فهذا هو السبب الاحتفال، إنه كان حدث كتير كبير بالنسبة لهون، فحبوا الناس انه يحتفلوا، والباصات كمان كلها محتفله وكله محتفل. الا انا ما حسيت على شيء على فكره. انا مثل ما قالت نسرين شفت حالات وشفت على الفيسبوك، اما انه من برا او طلعت ما طلعت ما شفت شيء. ممكن انا لانه بيئه الشغل اللي انا فيها كانوا كتير قريبين مستميتين على الموضوع، فكنت داخله بالموضوع بشكل كبير. يلا الحمد لله، مبروك ألف مبروك. فارسي باركي لهم اللي عم تشتغلي معاهم، وقولي لهم الجالية العربية كلها فرحت لكم. تسلمي لي يا رب. وهذا الشيء نحن بنعتبره كمان فوز إلنا، لأنه نحن صرنا جزء من كندا، يعني من كنديين إن شاء الله. أكيد. طيب احكي لنا شو كيفك مع الفريكة والأوزي؟ والله أنا ما عملت الأوزي بحياتي. أوه. غريبة مع انه كتير حماسي بيعملوها، بس انا كنت دوء يعني، بس ايه بس انا ما صدق وعملتها. ما بعرف. طيب لما تدوقيها تعجبك تحبيها كأكلة؟ ايه طبعا اكيد. طيب كتير طيبة هند. بتحطوا فيها انتو، انا ما سمعت على البرنامج من اول، وبتحطوا فيها رز وبازيليا وشيش؟ لا من دون شيش، انا بعمل رز وبازيليا ولحمي ناعمي ومكسرات. وبتجيب الرقائق الحلوة. لحمي ناعم. أيوة. هلا في ناس بتحط رقائق تبع ال هي لازم يكون فيها لا شيش شقف أو لحمي شقف. أنا ليك ما أفضلها بلحمي شقف أو إنه شيش، لا أو بشكل عام إنه اللحمي الناعمي بتعطي نكهة طيبة، وبنفس الوقت بتحافظ إنه يعني شو بدي. ولوز. إيه بتاخذ كمية لحمي أكتر، بدل ما يطلع لك مثلاً قطعة بالوحدة وتجرح الرقائق، لا بتكتري. أنا بحبها بلحمي ناعم. هي مزبوط مزبوط. ايه بتحط الرز وبازيليا ولحمي ناعمي ولوز. بتطبخي الرز وبازيليا نظامي، وبتكوني حاطه لحمه ومكسرات حامصتيهم مع بعض وحاطيهم على جنب. طبعا اول شيء بنحمس كل شيء لحال، بعدين بتخلطيهم سوا وبتحطيهم على جنب لحتى يبردوا ما يكونوا سخنين كتير. بتجيب الرقائق تبعوت الحلو بتفتحيهم بتقصيهم بالنص حسب الزبديه اللي عندك. بعد ما بتقصيهم بتجيبي بتحطي اربع طبقات بتكفي، يعني ما بدك اكثر من اربعه. حطي أربعة ودهني. أنا بعرف إنه بتحطيها بقلب زبدية صغيرة للرقيقة وبتعبيها وبعدين بتسكنيها مشان تطلع هيك. ما هي هاي الفكرة. ما هو أنا شو عملك إنه حسب الزبدية اللي عندك. ما أنت جبتيها للشريحة قطعتيها بالنص، تاخدي أربع ورقات منها بتحطيهم بقلب الزبدية، بس بتدهني بين كل طبقتين بتدهني سمنة. تمام. بعدين بتجيب الرز بتفضيهم، بتعبي الرز بقلب الزبدية، وطبعا رقائق فاتحتيها انت فاتحة يعني من برا كيف بدي اقول فاتحتها. ايه لا بعرف شفت انا حدي عم يعملها. ايه يعني. فالرقائق مفتوحة من على الاطراف والزبدية صارت بالنص من جوا جورة، فبتحط الرز بقلبها وبعدين بترجع بتسكر الاطراف، بتلم الاطراف على بعضهم بتسكريهم وبتقلب الزبدية بالصينية وبتدهنيها سمنة كلياتها من فوق ومن تحت. وبتحطيها بالفرن. لا لا كتير سهلة ما بدها شيء. وبتحطيها بالفرن من تحت لتاخد اللون الأشقر، بترجع بتطلعيها بتحطيها شوي من فوق وبتطالع بتاكليها. وصحة وميتها وطريقتها ولا أسهل. على قلبك. على قلبك إن شاء الله. الله يعطيكم العافية كثير. الله يعافيك يا رب. الله يسلمك، أنت الحلوة. تسلمي لي يا رب. الله يحليك يا رب. كيفك بالنسبة للفريكة؟ بتعملي الفريكة؟ الفريكة أنا بعملها كثير. بلحمي ولا بجاج؟ لا باثنين سوا، بس اللحمة لازم تكون لحمة بعضهم، يعني انه مش بس لحمي. مزبوط. يعني لازم تكون لحمة بعضهم اسلقة حتى تستوي منيح منيح يعني كتير، وبعدين بكون خاتلة الفريكة ومنقايتها
وغاسلتها وحاطتها على جنب حتى تنشف شوي. مزبوط، لأنه زمان نشفت بتلزق بالطنجرة على القلي. ايه بفيدها وخليها تنشف هيك بمصفاية كبيرة، وبعدين بقلية بقلية هيك قد ما قلتي قد ما بتطلع طيبة. اكيد بضلي عم تحركيها تحركيها، بعدين بحط فوقها ملقتي نحني والملح. على فكرة أنا جربتها بعدين بلحني. بحط ايه تفضلي. بعد بتحطي فوق اللحم اللي هي وعظمها نفسها بتحطيها، بتحطي فوق لوز وبتاكلي مع لبن او سلطه. جربي الجوز. انا من انصار اللوز. حطي على وشها جوز الفريكي، اذا بتحطي على وشها جوز بتعطينا كاطياب. انا جربتها بجاج وجربتها بلحمي ومن لحمي اطياب. هلا انا كنت انا قلت لها لروعة ببدايه الحلقه لما كنا عم نحكي على الفريكي، قلت لها انا من جماعه اللوز، انا ما بحب الجوز. إيه أنا لما انت حكيتي لوز فبسطت رشا. لا انا والله صراحه كله بحط فوقه لوز. صراحه الجوز ما بستعمل كثير الا هيك للكبسه للمقلوبه لكله بحب اللوز اكيد، بس الجوز مع الفريكي عم قلك بس الفريكي حصرا. جربي مع الجوز عن جد بيعطيه نكهه كثير طيبه. خلص بنجربه. شو قلت لعني صحة وميت هنا رشا، انبسطت في حدا من حلفة اليوم اجا. على قلبك ان شاء الله، الله يعطيك الف عافية. الله يعافيك يا رب. شكرا كثير لكم. هديك المرة انا قبل مرة اتصلت فيكم، بعت سلام لرفيقتي آلاء امل زعلو رفقاتي الثنتين، بدي ابعث لهم سلام. هلا تفضلي خذي راحتك. طيب شو رايكم تعملوا برنامج ما يطلبوا الجمهور، نصير نحن نبعث سلامات لبعضنا؟ ليش لا، بالعكس كانت احد الافكار اللي على فكره عم نفكر فيها. وليش لا بنعمل هيك شيء، بس بدنا منكم ايه مثلا انا بهدية غناي انا ما انا لانه أكيد. لانه المستمعين قاعدين حاطين هالحرام ويمكن عم بيشربوا كاس هالشيء عم بسمع. يعني ايه هو هيك برنامج نحن حكينا فيه قبل، مستمعين فقط. ايه. مستمعين ما تداولنا هاي الفكره بالبرنامج، بس مثل ما حكينا هيك برنامج بده عالم تتصل. يعني انه هو احنا لسه الخجل الاجتماعي موجود بمجتمعنا، في ناس عم تسمع بس عم تخجل تحكي. والله بالضبط. اي والله مزبوط حكيكم. فها هي كانت احد الافكار المطروحه، بس ليش لا ممكن نعملها من ضمن برنامج، فقره من الفقرات البرنامج مبدئيا لحتى نشجع الناس على الفكره، وبعدين بننتقل لبرنامج منفصل. طيب هلا بدي ابعث سلام لرفيقتي ياسمين ولرفيقتي زينه، وبدي ابعث سلام مره ثانيه لرفيقتي آلاء، وباسمنا نحن بنوجه لهم تحيه للذكرتيه ونقول لهم يسعد مساكم، وما حدا يزعل من نسرين. الله يمسيك بالخير يا رب. الله يسعدك يا رب. اهلا وسهلا فيك. ونوجه لهم كمان تحيه وبنقول لهم اذا كنتوا عم تسمعونا ان شاء الله تكونوا مبسوطين بهالبرنامج، ولو كنتوا عم تسمعونا كمان وحابين تسمعونا صوتكم نحن اكيد حننبسط بهذا الشيء. اكيد ان شاء الله. يعطيك الف عافيه. شكرا كثير لكم. شكرا كثير. اهلا وسهلا. شكرا لكم. تصبحوا على خير. لا الخير. الله معك. مع السلامه. مع السلامه. باي. مع السلامه. إذا بنرجع لك روعة، وقبل ما أكمل مع التعليقات يلي باليوتيوب، في تعليقات بالفيسبوك، بدنا نوجه تحية لنهى الفرح بتقولنا يسعد مساكن. ويسعد مساكي وأهلا وسهلا فيك. نوجه لك تحية، ونوجه تحية كمان لتماضر، يسعد مساكن. ويسعد مساكي أهلا. وفي من ورد شامية، الله يعطيكم العافية، الأوزي أكلة مشهورة بالشام وكتير طيبة ومنحبها، بس بدها شغل كتير ذكرتونا فيها. بنقول لك يسعد مساكي واهلا وسهلا فيك. ما هي اي اكله شاميه على حمصيه مشكله شوي مخلطه. يعني هالحمص بيعملوها وهي مشهوره فعلا بالشام. فهي عطيناك هلا فكره جديده لبكره، لا تحتاري شو بدك تطبخي. خلص اللي بكره زي عم بتفكر شو تطبخوا، هي لقيت الطبخه لبكره. وبنوجه لك كثير تحيه كبيره ورد شاميه، وبنتشكرك على مشاركتك معنا. وبنرجع لتعليقاتنا على اليوتيوب، في تعليق من وين وصلنا؟ عند خليل مرعش، لو سمحتي ممكن طريقة المكرونة بالبشاميل. أول شيء بنقول لك يسعد مساك خليل، هو طريقة المعكرونة بالبشاميل كتير سهلة، وهي المعكرونة بالبشاميل كتير طيبة، يعني من أكلاتي المفضلة. أنا هاي رح أشارك بعدك أنت بطريقتها، لأني أنا هاي غير شكل بتطلع معي. فرحانة بحالي بدي أحكيها.
زبطت شغلي مع رشا. لا والله انا بس اطبخ بحب يعني، بس اطبخ بتطلع معي طبخات كتير طيبه، بس الفكره انه المزاج ما عندي وقت. والواحد يعني انا عاده ماما هي اللي بتطبخ، ف الله يخلي لك اياها لماما، موجهه تحيه للماما اكيد. فما يعني انا بطبخ، بس الفكره انه اذا كنت فاضيه مزبط. فلذلك انا ما بحكي كتير عن الطبخ، خلي لك المجال لك انت لانك انت مختصه اكثر مني، بس الامر لا يخلو لما اطبخ بطبخ. معناتها هلا رح نسمع طريقتي ونرجع نسمع طريقتك رشا، ولا بتحبي تبلشي انت؟ عادي اللي بتحبيه انت، تفضلي خلينا نسمع طريقتك. طيب هلا بالنسبه للمكرونه بالبشاميل، اول شيء بنجيب المكرونه، طبعا ما تكون سباجيتي، تكون أشكال. أي ايوه الاشكال اي نوع عادي. بنسلق انا بحب اسلق المكرونه، ونحن عم نسلقها بنحط لها شويه ملح حتى المكرونه ما تطلع حلوه بالاكل. انا بحب الملح كتير، ملح وزيت مازول حتى ما تلزق، وزيت كمان حتى ما تلزق. طبعا انا لما احكي ملح انا بحط ملح كتير بالاكل، فكارثه. الله يعين اللي عنده ضغط. فبنحط لها ملح وزيت حتى الطعمه تاخذ الملوحه شوي، والزيت حتى ما تلزق. بعد ما تستوي بنصفيها، بنكون بالمقابل انا بحب باللحم المفرومه، بحوس اللحمه وبحط لها السبع بهارات، بحط لها الباربيكانا، بحط لها اغلب انواع البهارات بحب احطها فيها، بحب اخليها كتير غنيه بالبهارات لانه هاي اللي حتعطي النكهه القويه بالمعكرونه. وبنحط لها شوي يعني بنكتر لها شوي الزيت. أيوة. ونحن مع التعميه على طبقتين ولا طبقه؟ انا بعملها لا طبقتين ولا طبقه، مع بعض انا بحبها مع بعض خلطه. فبعد ما تعملي اللحمه بتكوني انت محضره اللوز، بتحوسي اللوز وبتحطي بس يتحمروا شوي، بتحطي معاهم اللحمات يلي انت عاملتيهم وبتحطي لهم سماق. رشا مستحيل ما تحط السماق بالنص. لازم بس مو كتير، شوية سماق حاجة خفيفة، لأنه طيب. السماق كتير طعمته قوية، فبالبشاميل إذا حطيتيه كتير ما بزبط. فبتحطي شوية سماق وطبعا الملح موجود عليهم. بتكوني بهذا الوقت انتي تحطي المعكرونة، بتحطي عليهم طبق هاي اللحمة، الخلطة اللحمة والمكسرات. بعدين البشاميل انا بعملها بالبيت، مرات بنشتريها جاهزة ومرات بعملها بالبيت. أنا اذا بعملها ما كانت بالبيت. موجودة على السريع بعملها بالبيت. الطريقة اللي انا بعملها فيها، سبع معالق طحين، كم كاسة حليب؟ 800 ملي لتر حليب بالضبط. معلش عفوا لو قاطعتك، بس اعطي انا عيار ادق. تمام. كل كاسة حليب بدها 3 معالق طحين. ممكن انا لاني متعودة فيها بالعلب. ايه بالعلب، فمشان اللي عم يسمعونا انه عيار دقيق هيك انا بالضبط بعمل. وبحط لها شوي قطرة ملح وقطرة فلفل ابيض، واذا في سبع بهارات هي ممكن تغير اللون شوي، سبع البهارات بس حاجة خفيفة ما بتأثر. وبحب اخلطهم بالخلاط. ايوه مو على الغاز، بخلطهم بالخلاط اول شيء، لانه في مرات لما تحطيها على الغاز ممكن الطحين يبرغل. فبخلطهم على الخلاط وبحط قطره زبده، وبعدين بحطهم فوقها، بحركهم، بضلك تحركيهم على النار، ما تتركيهم وعلى نار تكون هاديه. بس تبدا تحسيها القوام صار شوي جامد، بتكوني انت صرتي محضره المكرونه جاهزه مع اللحمه واللوز، وبتحطيهم فوقهم. انا بعد ما احطهم بحركهم كلهم مع بعض، وبعدين الجبنه، المعكرونه بالبشاميل اتليها بالجبنه اكيد، كتري عليها الجبنه كتير، وبس تحطي الجبنه حركي شو حركيهم مع الجبنه، وبعدين حطي كمان من فوق هيك طبقه وحطيها بالفرن. ادعي لي. يعطيك العافيه، مبين انها بتشهي، بس انا طريقتها شوي بتختلف. هلا تقريبا نفس الشغل بس غير طريقه التحضير. هلا انا عندي كمان بسلق المعكرونه مثل ما حكيتي رشا، بحط لها ملح وزيت، الملح حتى تملح شوي المعكرونه والزيت حتى ما تلزق او تشبك ببعض حتى تضل حبه فاتي. بعد ما بكون سالقه المعكرونه اشكال حاطهم على جنب، بحمس لحمي مع بصل وبحط لها البهارات اللي عندي. بعدين بكون البشاميل يعني هدول خلصنا منهم حطيناهم على جنب. بيجي للبشاميل شو بعمل؟ بجيب زبده، بدوب الزبدة وبحط الطحين أول شيء. ومثل ما قلت لكم العيار الصح، كل كاسة حليب 3 ملاعق طحين، بحط الطحين بحركهم مع الزبدة حتى لي ياخدوا هيك طعم، يتشرب الطحين يتشرب الزبدة وياخد طعمتها. بعدها بضيف الحليب فوق مع التحريك، بضيف شوي شوي وبحرك حتى لي ما تطلع هي البرغل اللي حكيت عنها رشا. لما بتكت الحليب كتي وحدي ممكن تشبك معك تبرغل معك، بس لما بتكت شوي شوي مع التحريك المستمر على نار هادي بتحصلي على القوام اللي بدك اياه. بجيب البشاميل بحطهم فوق المعكرونة بخلطهم سوا،
بجات البيركس بحطه بقت المعكرونة، بحط فوقها لحمي والبصل، برجع بحط طبقة تاني معكرونة وبحط الجبنة فوقها وعلى الفرن. فأنا بعمل أنه طبقتين، بتجي اللحمة بالنص والجبنة من فوق، فبيطلع منظرة بجنن. هلأ كان معي صورة إله بس ما بعرف يمكن ما صحتها أو يمكن بدي وقت للاقيها، فعن جد تطلع بتجنن. لحظة على فكرة، أنا خبصت شوي، أنا خلطت الفريكة مع مكرونة بشاميل، ما بحط لها لوز. أنا عم بقول عم بحكي عم حسيت في شي غلط. بحط لها بندورة. لا أنا ما بحط لها بندورة خالص، مو كتير، شوية بندورة مع اللحمة. يشيل الموضوع اللوز اللي حكيت عنه، انسوه. وحتى إذا كان داخل شوية مكسرات ما أظن تأثر يعني، ما بس ما المكسرات إنه ما هالطعم بتجي معها ما زابطة، إنه جبني معها. إيه لا، مع البندورة، سوري أنا والله اليوم نعسانة بصراحة كتير. فلا بنحط مع البندورة. والبصل أنا ما بحطه لأني ما بحبه، فأنا لغيته من الموضوع، بس هو لازم يكون فيها بصل. لا أنا بصل ولحمي على الحلو حتى من دون بندورة، وبخلط الخليط كله مع البشاميل أول شيء. بعد ما بخلطه بحط طبقة معكرونة، طبقة لحمة، طبقة معكرونة، برجع إذا في عندي خليط بشاميل برجع بكته على الوش حتى اللي يتشرب لتحت، وبحط الجبنة. وممكن مثل ما قلتي رشا، أحيانا إذا كان عندك كمان مثلا جبنة بتحطي مع المعكرونة والبشاميل والجبنة وتحركيهم سوا، كمان بتطلع نكهة طيبة. هيك الجبنة ما بتكون بس على الوش، بتكون من كلها، لازم من قلبها. أيوة، فهاي كمان إنه يعني شغلي حلوة فيها، بتحطيها كلها سوا بعدين تطبقيها، وما تكون كتير سميكة الطبقات حتى ما تحسي انه معجني او انه ملبسة على بعض. انا ما بحبها تكون كتير سميكة، وحطيها بجات البيركس وعلى الفرن بتجنن. روعة. انا متأكدة لما بديت احكي لوز ماما اكيد ماما عم تسمعنا، انا شو عم تحكي هاي بالضبط. بس لا لا عن جد انا لخبطت بهاي، هي بندورة او حتى مية البندورة شوية بتعطي نكهة بال. لا لا انا ما بحط لها خالص، بس هيك على هالمبدأ، وبتطلع والله طيبة، جربيها. هو مين اللي كان طالبة؟ رجع للتعليقات اليوتيوب، كان طالبة خليل، وهي طريقة البشاميل بطريقتين، جربها ودعينا. بالضبط. وفي كمان تعليق من ام تامر، شكرا لكم رشا وروعة، عملت طريقة الششبرك وكتير طلعت طيبة. تحياتنا لك ام تامر، يسعد مساكي ام تامر، وصحة وميت هنا على الششبرك. ألف صحة وهنا. في من I think ألا البروغرام جميل جدا، وأنا بجرب كل حتة بتحكوها، مشكورين قوي قوي. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا، موجه لك كمان تحية وعلى هالمتابعة الطيبة. في كمان حلا حنين، شكرا لكم على الأكلات الطيبة. أهلا وسهلا. في كمان من ألا بس ثانية، يا الله شو بحب هالبرنامج وبستفيد منه، اللي بستفيد منه بجنن، شكرا كتير لكم. أهلا وسهلا ألا، ويسعد مساكي. وفي من راكان، الله يعطيكم العافية ووفقكم يا رب. الله يعافيك، أهلا وسهلا. وتعليق من أحمد، واو برنامج بقمة الروعة، كمان بنوجه تحية لأحمد ونقول له يسعد مساك. حلا كمان بتحكي لنا ياريت تحكونا شوي عن المربيات، وخاصة مربى اليقطين. تكرم عينك وصلتي. على فكرة أنا ما كتير يعني، أنا بعمل مربيات في البيت، كان عندي أختي الله يذكرها بالخير، كانت كل ما تعمل لحسب حسابي، فكانت كتير شاطرة، فعندي أرضية شوي خلفية عن الموضوع، بس أنه ممكن فيدك فيها. هلأ بالنسبة لمربى اليقطين، نحنا بنكون مقطعينه، بنجيب اليقطين من قطعة من قشرهم حسب الحجم والمقاس اللي أنت بدك إياه. بعد ما بتقطعيهم بتنقعيهم بمية الكلس، بتخيل من بكير للمساء ناقعتيهم. بعدها يعني حطيهم ليلة كاملة ما بيأثر، أو من بكير المساء أو من المساء للصبح اللي بدك إياه. بعد ما بتخلصي نقعهم بالكلس، مية الكلس، بتغسليهم شي 7 مرات، 8 مرات ما بيأثر، حتى يروح الكلس منهم على الآخر، لأنه ما بيسوى يضل الكلس فيهم. والكلس فائدته رشا أنه بيخليهم محافظين على القرشة تبعتهم وعلى هيك اللون تبعهم والقرشة تبعتهم، ما بيعودوا بيستووا، فبالكلس بضلوا محافظين على حالهم اللون والقرشة. بعد ما بنكون خلصنا بتفرجيهم شوي على فوطة حتى ينشفوا، بتجيبي سكر. هلأ مثلا 500 غرام يقطين بدهم 500 غرام سكر، قدهم يعني قد ما بتحطي يقطين بتحطي سكر، طلعوا كيلو يقطين بتحطي كيلو سكر، طلعوا 100 غرام يقطين 100 غرام سكر. أنا عم بعطيكم النسبة يعني تقديرية. وبعدها من شو بنعمل، بنحط القطر، بنحط السكر مع المي وبنحركهم تقريبا يعني، إذا 500 غرام 500 غرام بدهم شي حوالي 5 كاسات سكر،
مع المي بتعمليهم وبترجعي بتشيل اليقطينات بعد ما تكوني نشفتيهم وبتحطيهم فوق المي والسكر حتى يغلوا سوا مع بعض. هيك لحتى علي بتحسي انه اليقطين استوت 3 ارباع الاستوى، يعني قدرتي تمسكيه ومستويه 3 ارباع الاستوى. بعدين بتشيليهم، بتشيل اليقطين من المي والسكر وبتصفيهم على جنب وبتخلي القطر يغلي شي ربع ساعه لحاله. هلا شو الفائدة انك شلتيهم ما خليتيهم مع بعض؟ حتى لي ما ينهلط اليقطين معاكي وانه يدوب على الاخر. فلما انت استوى ربع الاستواء 3 ارباع الاستواء شلتيهم على جنب، خليتي القطر يغلي ويعقد مع بعضه حتى ليصير انه يشبك شوي، ترجعي بعد ربع ساعة بتحطيهم بقلبهم، تغليهم غلوتين مع بعض وبتحطيهم وصحة وميت هنا. طريقته كتير سهلة، وهاي الطريقة حكينا لك اياها يا حلا، ان شاء الله بتجربيها وبتقولي لنا رأيك وان شاء الله بتطلع طيبة وبتنبسطي فيها. وكمان حكيت لنا انه الملوخية اطيب بالجاج، تفضلي لعنا ودقيها ان شاء الله. منتشرف اكيد منتشرف، ومنجلك تحية كتير كبيرة. نالك يسعد مساكي. واخر تعليق عنا على اليوتيوب من فراشه، يسعد اوقاتكم روعه ورشا. للاسف انا ما فيني اتابع البرنامج وقت مباشر، عندي التزامات تانية، بس دائما اتابع الحلقه على اليوتيوب. عن جد برنامج حلو وعفوي، موفقين. بقول لك يسعد مساكي واهلا وسهلا فيك باي وقت. المهم انه عم تتابعينا. بالضبط، ها هي، لانه في ناس كتير ما بتناسب معهم الوقت واليوم، ولكن نحن احنا بننبسط انه يعني بعد ما تفضي عم بتتابع البرنامج وعم بتعلقي وتشاركي، فهذا الشيء نحن بننبسط فيه. ونوجه لك تحية كتير كبيرة. والوقت مر سريع كتير بسرعة عن جد، معك روعة دائما. مع انه رشا لسه في شغلات تانية كتير يعني محضرين على اساس نحكي عنها اليوم، بس عن جد ما حسينا بالوقت، فبننخليها الاسبوع الجاي. دائما عم نأجل الاسبوع الجاي الباقي. لا خلص، وعد الأسبوع الجاي رح نحكي عنهم الأشياء اللي كنت بدي أحكي عنها اليوم، اللي هني تتمي للحلقة الماضية. شفتوا لما حكينا على كريمة الشوكولا اللي بعملها، أنه بنعمل فيها بسكوت بشوكولا وبنعمل فيها رأس العبد، وفي طريقة تانية شغلة تانية هيك خفيفة ونظيفة اليوم ما قلناها. طريقة تانية وأكل كتير حلو، يعني أكلة حلو وخفيفة وسهلة بالبيت، هي حلوة الجلي، فكمان رح نحكي عنها إن شاء الله الأسبوع الجاي وبطريقة كتير سهلة. هذا اليوم كان كل شيء عنا، ان شاء الله تكونوا انبسطوا واستفدتوا وقضيتوا وقت حلو انتوا عم تسمعوا للبرنامج. اي اقتراحات اي مشاركات دائما بنستقبلها حتى بعد البرنامج وبنرد عليها الحلقه القادمه. بدي اتشكرك كثير روعه، انبسطنا اليوم معك. الله يسلمك، شكرا لك، وشكرا على هالطبخات الحلوه والشغلات الطيبه. تستمعي. وان شاء الله حيكون في شغلات تانية كمان بالمستقبل ان شاء الله، بس خلينا مفاجأة. خلينا مفاجآت. اذا اختم معك انه هذا كان كل شيء لحلقتنا لليوم. موعدنا فيكم بيتجدد الاربعاء الجاي الساعة 7 بنفس الوقت. من وقتها لهلا بترككم برعاية الله وامنه، كونوا معنا، الكلمة الحلوة واللقمة الطيبة تجمعنا. تصبحوا على خير. فينك يا كابتشينو وفينها ايام فومك، وقفص منقعوي سيبي بقى في هدومك، فول قدرة وقهية بتنجان ما حبيتهم ويا لمون، كان اللوني وبروكلي وشوفان ساشي وساشيمي وسيمون، مش مش وقرس ياوي يا ميش خربي يرويك لما تعوز، كوارع مع فتة وعيش والفخ ضداني مالوز. يا سلام على طاجن بامية وعلي حتة موزة، صيد بقلاوة ونبلع بكازوزة. بشربوا كشري وبحبه في كوبايه وشويه حمص شمالي.